مبارك عليكم الشهر، وكل عام وأنتم والمسلمون بخير. أسأل الله عز وجل أن يعيننا فيه على الصيام والقيام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك، فرض الله عز وجل عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب السماء وتغلق أبواب الجحيم وتصفد مردة الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله. أروا الله منكم خيرا، ها هو السباق قد بدأ. رمضان أهلا بك رمضان، نرقى بك رمضان، عدت لنا رمضان وبقربه عم الأمان.